بتروح بكل بساطة وتلاقي المكان مجهز هاردوير سوفتوير، متلاقيش أي مشاكل في المواعيد، متلاقيش أي مشاكل في المكان. المدرسين اللي درسوا لنا الكورس ده كانوا بمنتهى الكفاءة وما كانوش بيبخلوا علينا بأي معلومة. ولما جيت درسته في فيوجن لقيت فيه ديتيلز كتيرة قوي وفهمت معنى كلمة فوتوغرافي. في الماركت بتاع الفوتوغرافي جالي فرص كويسة أديت فيها كويس بكل الثقة من قبل حتى ما أخلص الكورس. من يوم الانترفيو هم لقوا إن أنا كواليفايد من الكورسز اللي أنا خدتها في كذا تراك حتى إيفن جوه الشركة. الحاجة أنت بتتعلمهاش بطريقة واحدة أو بشكل واحد أو منهج واحد، أنت بتتعلمها المدرب بيقولها لك بطريقة وتلاقي زميلك في الكورس بيعملها بطريقة تاني، أنت مع الوقت بتبتدي تجين خبرات وإكسبيرينس وتبتدي أنت تجربها بطريقة تالتة. كل الجو ده جو مشجع وجو محفز إن أنت دايما النهاردة أحسن من امبارح. بيدوك تعليم حاجات ما كنتش ممكن تشوفها في اي مجال تاني، ده ممكن كمان تفيدك كمان في مجال العمل لان هم عارفين السوق محتاج ايه، فبيدوك الحاجات دي. فبالتالي انت مش مجرد بتخرج مجرد معاك شهاده، لا انت بتخرج بروفيشنال. فيوجن مش بتدي كورس فوتوغرافي عادي، هو كورس بيحولك من ان انت شخص بتحب الفوتوغرافي لان انت تبقى عايش للتصوير وتطلع كل اللي جواك عشان خاطر الصوره اللي انت بتصورها. والله استمتعت بالمكان، المكان ما كانش مجرد تريننج وما كانش مجرد تدريب، ما كانش مجرد كورس. فهو دي حاجة من الحاجات اللي تميز فيوجن وان اي حد لو جربها مش هينساها، الديناميك اميرشن. فيوجن أكاديمي أهم حاجة عندنا إن إحنا هدفنا واحد ومهمتنا واحدة، أهم حاجة عندنا التارجت إزاي إن إحنا نوصل المعلومة بشكل أفضل. في تقييم بنعمله للطالب على مدار الكورس أكتر من مرة للمكان والإنستراكتور، ونقدر عن طريقه إن إحنا نرفع المستوى للمكان كله بصفة عامة، لأن فيوجن مكان معتمد متخصص في الجرافيكس بس. مش ناقصنا حاجة، عندنا اعتمادات مش موجودة غير في فيوجن. احنا كانستراكتورز في فيوجن بنتابع كل ابديت في السوفت وير اللي احنا بندرسه، وده عشان احنا اوثرايزد لي لازم ان احنا بنتابع الامتحانات وبنخش الاكزامز عشان نبقى سيرتيفايد انستراكتورز. مهمتنا بتبدا من اول ما بنسافر بره، نحضر التريننج جوه الشركات العالميه بتاعه السوفت وير، نمتحن الانترناشنال اكزام بتاعها عشان نبقى سيرتيفايد ترينرز. بنيجي بعد كده جوه فيوجن نبدأ ندرس السوفت وير ده جوه مناهج فيوجن وجوه الدبلومات اللي بتقدمها فيوجن. احنا سافرنا درسنا في عدة شركات عالمية، اصبحنا كمكان وكمدرسين سيرتيفايد لعدد كبير من البرامج العالمية اللي شايله الجرافيك والمالتي ميديا في كل دول العالم، زي شركة اوتو ديسك، زي ابل، زي توم بوم، زي ادوبي وهكذا. حرصنا ان احنا نتدرب، ان احنا نمتحن، ان احنا نجتاز الاختبارات، ان احنا لما رجعنا مصر طورنا هذه البرامج، اضفنا عليها، وفرنا للطالب المصري انه يسافر بره ويدرس بالخارج، وفرنا له عناء السفر، وفرنا له التكلفه الكبيره اللي بيتكلفها الطالب اللي بيسافر. بالعكس ده احنا كمان طورنا في هذه البرامج واضفنا عليها،
بالإضافة للغة العربية واللغة الإنجليزية اللي بيتم التدريس بيها. المنهج بتاعنا مش مجرد إن هو software وtools، لكن بنبدأ نعلم الطالب بتاعنا إزاي يتعامل مع software، يستخدم software عشان يطلع بيه final project ومنتج يقدر ينافس بيه ويخاطب السوق برة، ويبدأ يخش بيه الانترفيوز ويقدم بيه في الشركات اللي ممكن إن هو يلاقي فيها فرصة عمل. وبرضه بيبدأ إن هو يذاكر الكورس وير بتاعه ويذاكر المنهج اللي احنا بنديهوله اللي جاي من برة عشان يقدر يخش الانترناشنال اكزام ويبقى certified expert او certified professional. بعد كده ديفيد كل ادوات متخصصه بشغل البناء بالذات، يعني هو اصلا سوفت وير معمول عشان البناء. بنتابع الطلبه دايما بالادوات المجانيه وكورسات بعرفه ايه الجديد عندنا، في دايما ابجريد بيتعمل لكل الفيرجنز بتاعت البرامج. بنعمل ورك شوب للخريجين بتوع فيوجن. الطلبه دي او الصوره دي صعبه شويه او تاخد وقت كبير. لا، الاثر فيه حل كل هذه المشكله. شركة أدوبي قامت شاغلة سيريوس ماجيك وقامت واخدة أسرع فيه وحطت الأفلام جوه البرنامج الأدوبي. مش مجرد إن هو يخلص كورس بيمشي، لا، أقدر أعرفه إيه الحاجات اللي تساعده أكتر إن هو يبقى في الوظيفة بطريقة أنجح بما يرفع قيمته في مجال العمل. طب عايز النت المركب ده وركبها ثاني أبيض. هو السكندري مقسم السوبر لايرز. الطالب بتاعنا قبل ما بيدخل اي دوره بتعمل له سيمينار او ندوه ومسموح له ان هو يحضر كل المعارض، وبيختار الكورس اللي مواهبه واستعداداته تناسبه. اشوف الخلفيه، اشوف القراءه، اشوف الخط، اشوف البود، اشوف التكوين، اشوف كل ده، وبعدين ابتدي. كورساون طيبة يا فيوجن، إن شاء الله السنة الجاية نشوف كده أول شركة موجودة. إن شاء الله السنة الجاية كده تبقى سنة جاية. كورساون طيب يا دكتور أيمن، كورساون طيب يا فيوجن، إن شاء الله اللي جاي أحسن بفيوجن. خلصتي على فكرة وشايفين. فيوجن فيوجن هابي بيرث داي، وكورساون طيب إن شاء الله. Happy first day, Fusion. Happy first day with members. Fusion, happy first day. Yeah, Fusion, كل سنة وهي طيبة. وعبال 50 سنة. كل سنة طيب أيمن، كل سنة طيب Fusion. شكرين. أنا بدعو كل واحد إنه يجي فيوجن يحضر هذه السيمينارات، هذه الندوات، هذه المعارض مجاناً، ويختار. هيتعلم كويس، هيتدرب كويس، هيتدرب على حاجة تخدم سوق العمل، هياخد شهادة معتمدة من شركة عالمية معتمدة تخدمه في حياته، قدامه مستقبل كويس إن شاء الله. تدريب في فيوجن تجربة مختلفة، يعني انت في البدايه بتحس ان انت تجربه انغماسيه، immersive experience. انت كل اللي عليك بكل بساطه ان انت لقيت مكان، حاجه، عمل معين، جرافيكس، مالتي ميديا، 2D، 3D، بشكل بسيط جدا بتجيبه لهم وتقول لهم يا جماعه والله انا عايز اعمل عمل زي ده، او عايز في يوم من الايام ابقى حاجه زي كده، المطلوب مني اعمل ايه؟
بيبقى الموضوع بسيط، بيوصفوا لك ان انت والله ممكن تبتدي بالحاجه الفلانيه وعندك المدرب الفلاني والمجموعه الفلانيه في الوقت الفلاني، بتروح بكل بساطه وتلاقي المكان مجهز هاردوير سوفت وير، بتلاقيش اي مشاكل في المواعيد، بتلاقيش اي مشاكل في المكان، في سهوله الوصول ليه، بتبتدي تجرب مع الناس تتعلم. فدي ميزه. الميزه الثانيه ان هي مش قالب ثابت، ان هي دايناميك اكسبيرينس في نفس الوقت، يعني الحاجه انت بتتعلمهاش بطريقه واحده او بشكل واحد او منهج واحد، انت بتتعلمها المدرب بيقولها لك بطريقه، بتلاقي زميلك في الكورس بيعملها بطريقه تاني، انت مع الوقت بتبتدي تجين خبرات واكسبيرينس فتبتدي انت تجربها بطريقه ثالثه. كل الجو ده جو مشجع وجو محفز، ان انت دايما النهارده احسن من امبارح، ان انت تبتدي تكلم زمايلك، تكلم الناس اللي حواليك، انا والله استمتعت بالمكان، المكان ما كانش مجرد تريننج، ما كانش مجرد تدريب، ما كانش مجرد كورس. فهو دي حاجه من الحاجات اللي تميز فيوجن، وان اي حد لو جربها مش هينساها، الدايناميك اميرشن. انا كان ليا واحد صاحبي خريج هندسه، فجاه كده لقيته بيعمل افلام قصيره، فروحت المهرجان اشوف الفيلم بتاعه، وفوجئت ان هو عامل شغل كبير قوي، يعني مركب افلام بقى وحاطط مشاهد على بعض وشغل مونتاج عالي قوي. وانا بصراحه كنت مهتم بالحته دي لان انا بلعب موسيقى وبنزل ساقيه الصاوي ومراكز ثقافيه كتير، وبحتاج ان انا اعمل افلام تتعرض ورا في بروجيكتور ورانا واحنا بنلعب. فسالته يعني انت بتاخد كورس فين او درست الكلام ده فين وكده، فقال لي لا دي دراسه درستها جنب هندسه، كان في سنتر اسمه فيوجن وليه فروع كتير وكده. المهم بعد فتره يعني اتصلت بفيوجن وسالت على الكورسات اللي فيوجن بيدرسها، وعرفت ان في كورس اسمه فيلم ميكينج بيفهمنا بقى ازاي نعمل مونتاج ونركب الافلام على بعضها. بس انا لظروف شغل، الشغل ما كانش مستقر ساعتها، ما قدرتش ان انا ادخل الكورس ده ونسيت الموضوع. وبعديها مثلا بخمس شهور فيوجن اتصل بيا وقالوا انه في اوفر، والاوفر ده كان مناسب ليا، وبرده مواعيد الكورس كانت مناسبه ليا. فابتديت الكورس، وبصراحه اول ما ابتديت يعني انا ما كانش في دماغي الكورس ده هيبقى كويس ولا مش كويس، بس انا قلت اخد فكره يعني. وفوجئت في اول حصه انهم بيوزعوا علينا حاجه بتاعه 6-7 كتب، ودي كانت اول مره الاقي سنتر بيوزع كتب مناهج تعليميه للكورس بجانب ديفيديهات فيها الماتيريال اللي هنشتغل عليها. ومن ضمن الديفيديهات دي كان في ديفيديهايه فيها اصوات كتير جدا ممكن انت تستعملها في الشغل التركيب والمونتاج بتاعك. وانا كواحد موسيقي كانت تهمني قوي الساوند افكتس اللي كانت موجوده في الديفيدي دي. المختلف في الكورسات بتاعه فيوجن بعد ما تخلصها، انا ما اخلص كورس الفوتوغرافي، ان انت مش جاست خرجت من الكورس وانت بتحب الفوتوغرافي وتعلمتها كويس، انت خرجت از فوتوغرافي ويز فول كونفيدنس، بكل الثقه. خدت فرص كويسه جدا من وانا بدرس الكورس فوتوغرافي في الفريلانسنج فوتوغرافي، في الماركت بتاع الفوتوغرافي جالي فرص كويسه اديت فيها كويس بكل الثقه من قبل حتى ما اخلص الكورس. في يوم لقيت فيوجن بيكلموني يقولوا لي عندك انترفيو تاني يوم. جيت تاني يوم لقيت ان انا انترفيو لشركة اوجو كرياتيف ستوديوز، وفعلا قدمت فرست انترفيو سكند ثيرد، ودلوقتي انا بقالي شهر بشتغل فيها. ولقوني ان انا من يوم الانترفيو هم لقوا ان انا كواليفايد من الكورسز اللي انا خدتها في كذا تراك حتى ايفن جوه الشركة. المدرسين اللي درسوا لنا الكورس ده كانوا بمنتهى الكفاءة وما كانوش بيبخلوا علينا بأي معلومة، وانا شخصيا ما كنتش اتخيل ان انا اقدر اطلع مثلا اوتبوت زي الحاجات اللي انا طلعتها في الكورس. وكانت اي مشكله بتواجهنا كنا بنرجع للمدرسين ونسالهم، كانوا بيجاوبوا علينا بمنتهى الامانه. وكمان لدرجه ان لو حصص اتاجلت او حاجه زي كده كانوا بيعوضوها لنا، وكنا بنكثف الحصص، وقدرنا ان احنا نستفيد جدا جدا من الكورس ده. كان في دايما سبورتنج من الترينرز الموجودين في فيوجن، في اي حاجه بنحتاجها، اي حاجه ناقصانا، اي حاجه ابجريدنج بتنزل جديد هم كانوا معانا. انترفيوز دايما لفرص شغل لما بيحتاجوا فوتوغرافي او شركات لايك اوجو او اي حاجه زي كده بيكلمونا على طول. انا خدت كورس الفوتوغرافي وكنت واخداه هوايه قبل كده، ولما جيت درسته في فيوجن لقيت فيه ديتيلز كتيره قوي وفهمت معنى كلمه فوتوغرافي. فيوجن مش بتدي كورس فوتوغرافي عادي، هو كورس بيحولك من ان انت شخص بتحب الفوتوغرافي لان انت تبقى عايش للتصوير وتطلع كل اللي جواك عشان خاطر الصوره اللي انت بتصورها. في نهايه الكورس نقدر ان احنا نوصل للطالب بمشروع، المشروع ده بيخليه ان هو يتحط في بيئه عمل تخليه يقدر لما يتحط في جو شغل وجو سوق يقدر ينافس. لما تلاقي ان واحد خريج فيوجن تلاقيه يفرق عن غيره ولا اي مجال تاني، لان هو تعامل مع البرنامج بطريقه
ان هو ازاي يستخدمه باحترافيه، مش مجرد نستخدم تولز بس. في فيوجن هنا انا اول مره جيت كنت عايز اخد كورس 3 دي ماكس. في معظم الاماكن اللي انا جيت رحت سالت فيها كانت بتدي كورس 3 دي ماكس كاركتكتشر، مش بتاخد تلم الكورس كله عامه، كماكس كانيميشن كموديلنج ككل انواع النواحي بتاعه الماكس. اخترت فيوجن عشان مكان سيرتيفايد للكورس، بيعلم كل حاجه، كل حاجه في البرنامج. مش مجرد بتتعلم طول، انت بتتعلم فن، فن ازاي تبدع، مش مجرد انت تطلع حاجه وخلاص، مش مجرد انت بتاخد شهاده. حتى هنا لما جيت دخلت عايز اخد امتحان اونلاين انترناشونال ساعدوني، بالعكس ده هم كمان افادوني ان انا قايل اقدر اذاكر واقدر يقدر يساعدني في ان انا امتحن الامتحان وانجح فيه، والحمد لله نجحت في الامتحانين وبقيت اونلاين موجود في اوتوديسك. امتحنت امتحانين اونلاين، الاسوشيتد والبرو، الحمد لله نجحت فيهم. اي متدرب بيجرب التجربه بتاعت فيوجن في التريننج عمره ما يحس ان هو كان في كورس او ان هو كان بيتعلم بطريقه موديل تقليدي او بطريقه تقليديه، بالعكس هو يحس ان هو عاش تجربه اثرت فيه وغيرت فيه وغيرت من كل اللي حواليه. مستواه بيعلى يوم بعد يوم، بتبتدي اعماله اللي هو كان جاي مش متخيل ان هو في يوم من الايام ممكن يعملها بيعملها وما بتعجبوش وبيحسنها وبيستشير اللي معاه وزمايله. مع الوقت بيبتدي يخلق اسره جديده وفاميلي جديده وزملاء من نوع جديد ما كانش متخيل ان هم ممكن يشتركوا في هدف معين او في حلم معين عايزين يحققوه او في عمل معين عايزين في نفسهم ينفذوه في يوم من الايام. بيكتشف ان كل ده اتحقق الواقع بشكل بسيط من غير ما ياخد باله، هو دخل في التجربه وخاضها وذاق طعمها ومش عايز اقول ان هو ادمنها كمان، وابتدى ينده لزبايله ويقول لاصحابه انا والله انا بقيت بعمل الحاجه الفلانيه، تعالوا شوفوها، تعالوا تعرفوا على المكان، تعالوا تعرفوا على الناس. فكل ده في الحقيقه مش محدش هيلاقيه غير في فيوجن.